أقول تنبيه، تدليس واضح فاحش وكذب وافتراء وكذب وافتراء. فقد أشار ابن كثير نفسه أن هولاكو طلب غير الوزير الحضور إليه لكنهم رفضوا. التفت جيدا، هذه أكذوبة أخرى. يعني أنا قلت يوجد أكذوبة في أكذوبة، الأكذوبة الأولى والافتراء الأول والإفك الأول أنه قال كان أول من برز إلى التتار، يعني هذا أعطاه كدليل كإشارة كمنبه كبرهان كحجة على أن المؤامرة من ابن العلقمي. لكن في حقيقة الأمر قلنا، التفت جيدا، قلنا أولا ليس هو أول من برز إلى التتار، هذا أول الأمر. والأمر الثاني، بروز ابن العلقمي إلى التتار ليس منه وليس بطلب من هولاكو، وإنما هولاكو طلب آخرين للبروز إليه، فرفض المماليك وقادة الجيش الذهاب والاستجابة لطلب هولاكو، فكلفوا ابن العلقمي بالخروج إلى هولاكو. فخروج ابن العلقمي وعائلة ابن العلقمي إلى هولاكو كان بإذن وبإمضاء، بل بأمر من الخليفة وأمراء الخليفة وقادة جيش الخليفة. فإذا كانت مؤامرة فهم أصل المؤامرة، هم أرسلوا ابن العلقمي لإتمام المؤامرة. التفت جيدا ماذا قال ابن كثير، قال فأرسل الخليفة شيئا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان، وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه مملوك في مملوك في مملوك في مملوك، وطبعا الجميع من الأعاجم. يقول وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه ولا بالى به. بعد هذا كلفوا ابن العلقمي لأن يذهب إلى أو للذهاب إلى هولاكو. أقول فيا عقول متحجرة، هل أن رفضهم للذهاب لهولاكو كان بتدبير ومؤامرة ووسوسة ابن العلقمي لهم حتى يكون له الطريق للذهاب هو بنفسه؟ هذا إشكال. لاحظ هذا الإشكال عندما يصل الآن إلى التيمية، يصل إلى المارقة، يصل إلى دواعش الفكر، ماذا سيفعلون؟ التفت جيدا، هم سنذكر هذا وسنشير إلى هذا، أنهم يحتاجون كل 100 عام بل كل 10 أعوام بل كل عام بل كل يوم يحتاجون إلى مجدد في التدليس، يحتاجون إلى إمام في التدليس، يحتاجون إلى نبي ورسول في التدليس، يحتاجون إلى إله في التدليس. لاحظ الآن سجلت أنا هذا الإشكال، أقول هل أنه ابن العلقمي قد منعهم أو نصحهم أو أشار إليهم أو غرر بهم من أجل عدم الذهاب إلى هولاكو حتى هو يذهب؟ لاحظ هذه القضية غير مشار إليها. الآن عندما يصل إليهم هذا الأمر، هذا الإشكال، هذه المعضلة، هذه القضية، ماذا سيفعلون؟ سيأتي مجدد جديد يكتب تاريخ جديد في هذا المورد، في مورد آخر يكتب رواية تاريخية جديدة، يزور التاريخ، فماذا يأتي؟ يقول وأرادوا الذهاب على نحو المعنى، الآن نتحدث بألفاظ لكن هذا المعنى الذي سيفعله وسيؤسس له التيمية. سيقول مثلا على سبيل المثال، يقول بأنه هولاكو طلب سليمان شاه وطلب دويدار هم عوائلهم الحضور، لكن ابن العلقمي قد عرقل هذا الأمر ونصح الخليفة بعدم ذهاب هؤلاء حتى يفسح له الطريق والمجال بالذهاب هو وعائلته لإتمام المؤامرة. لاحظ حتى يكمل هذا سيناريو أفلام كارتون السندباد البحري أو السندباد الجوي أو قصص ألف ليلة وليلة التيمية، حتى تكمل يكتمل هذا السيناريو. لذلك قلنا هم يحتاجون إلى كاتب سيناريو، إلى مؤلف، إلى قصصي، إلى كاتب روايات حتى يكمل لهم ويسد لهم هذه الثغرات. لكن مهما حاولوا هو خط باطل، لابد من وجود الاختلاف والتضارب والتعارض فيما يقولون، لأنه خط باطل وخيط باطل.